السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لزوج الدولار ين ليوم الثلاثاء الموافق 21 من إبريل من العام 2020. مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء، استجاب زوج الدولار ين للتحليل الفني واستجاب للهبوط والارتداد من منطقة المقاومة العنيدة الذي ذكرناها في التحليل السابق اليوم الأمس عن قوة هذه المنطقة أو قوة المقاومة الماثلة عند 108 كمقاومة قوية جدا. التحم معها مؤشر المتوسط المتحرك الذي يكون ضغط سلبي ومقاومة متحركة قوية، وأيضا المقاومة القناة الفرعية الهابطة. فمثل ما نلاحظ ارتد السعر بالفعل، وحاليا يحاول السعر بالتوجه إلى الهدف الرئيسي ليومنا هذا والماثل عند 107. فحاليا يوجد على الزوج المزيد من الضغط السلبي من خلال المتوسط المتحرك، وأيضا مؤشر التذبذب الستوكستيك لم يصل بعد إلى مناطق التشبع في البيع، ومن الممكن أن يستمر الهبوط ويصل مؤشر التذبذب بالتزامن مع تحقيق الهدف الرئيسي ليومنا هذا والماثل عند 107. إذا نظرتنا والسيناريو المتوقع ليومنا هذا هو توجه السعر إلى الهدف الرئيسي و استئناف الهبوط إلى تحقيق الهدف الرئيسي عند 107، بشرط ثبات السعر أسفل منطقة المقاومة القوية 108. فمن الممكن أن نشهد حركة مع افتتاح السوق الأمريكي، ومن الممكن أن يصدر اليوم خبر على تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة مبيعات المنازل القائمة، ومن الممكن أن تؤثر على حركة الزوج. فإذا نظرتنا هي سلبية لتحركات الدولار ين بتحقيق الهدف الرئيسي ليومنا هذا الماثل عند 107، ولكن بشرط ثبات واستقرار السعر أسفل المقاومة العنيدة الماثلة عند 108. لمزيد من الاستفسارات والأسئلة يمكنكم مراسلتي عبر موقع تويتر، وشاكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات.